لحظه ولحظه ما رايت هنا النوم التحية متجددة بحضراتكم من جديد في تواصل هذه الانطلاقات الغوية وهذه الشارة التي تنطلق في ثاني أيامها التي أتت أيضا من راشد بن سعيد بالغافرية. نقدم له الشكر وعظيم الامتنان من قدم هذه الشارة دعما لملاك الأصايل في هذا اليوم الخاصة لسن اللقاية. هكذا نهني جميع الأخوة الفائزين في الأشواط الماضية. نسير مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة. شوطنا الرابع الذي يسير بحفظ من الله ورعايته ليحمل لنا هذه الأسماء الغوية وهذه الشعارات اللامعة اللي قادمة بتاريخها أيضا التراثي. نسير إلى الصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول اللي يتقدم على مقدمة هذا الشوط ويندفع على المركز الأول مسعف لعبد الله بن متعب بن سالم الاكتبي، بينما الانتقال مباشرة إلى المركز الثاني يرى الوصول على ثانية المراكز من قبل ممدوح لعلي بن راشد بن مرخان الاكتبي. هذا الشعار صاحب الشوط الأول في صباح هذا اليوم، بينما المركز الثالث وتابع الانطلاق الغادم شاهين لحمود بن علي بن بليش الاكتبي يحتل المركز الثالث، بينما رابع المراكز التسلل والوصول من سكر لمطر بن عبيد بن غدير الاكتبي على المركز الرابع، بينما الانتقال مباشرة الى المركز الخامس لأجد على خامس المراكز ولد الضبي لحميد بن محمد بن سالم الزرعي. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الأسماء اللي منطلقة في تحديات هذا الشوط. ولكن أسماء ما بعد الخمس المراكز الأولى نترقبها مع الغلاف الجوي الأخير، وبعود إلى الصدارة، بعود إلى المركز الأول وإلى الريادة الأولى. الله متهور اللي غير موازين الشوط واللي اندفع على المقدمة الأولى وعلى المركز الأول في هذه اللحظات، متهور لعبد الله بن سالم بن راشد المقعودي الفلاسي، وصل شعار المقعودي واستلم مقدمة هذا الشوط المركز الأول والصدارة الأولى، بينما المركز الثاني أرى شاهين لحمود بن علي بن بليشة الاكتبي. هذه الأسماء الغوية اللي معلنة بهذه المسيرة، معلنة بهذا الانطلاق الجميل. المركز الثالث شعار الزرعيات ويحتل المركز الثالث على ظهري ولد الضبي لحميد بن محمد بن سالم الزرعي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع اللي يتقدم هناك على رابع المراكز اللي هو ممدوح لعلي بن راشد بن مرقان الاكتبي. وهناك الدخول في هذه اللحظات ايضا نعم سكر لمتر بن عبيد بن غدير الاكتبي على المركز الرابع، بينما خامس التحديات شاهين لسيف بن حزين بن محمد المسافرية. هكذا هو النداء الثاني، هكذا هي الأسماء، هكذا هو الصراع في تحديات هذا الشوط. ولكن بعود إلى رأس الحربة، بعود إلى شعار المقعودي، شعار العملاق، هذا الشعار اللي قادم بسجلات الحافلة يذكرني بأسماء قوية. شعار المقعودي مع المتهور، المتهور على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول يبحث عن الفوز. شعار فلور صاحبة التيم الحدث في ميدان الطي قبل 4 أيام بالفعل.
او لحية تويج. نعم هذا المقعودي، هذا المقعودي على الصدارة، المركز الثاني القادم شاهين لسيب بن هزيم بن محمد المسافر. وصلت، وصلت الشعارات الغوية، وصلت الشعارات الرنانة. المركز الثالث وتابع هنا ولد الظبي لا زال يرقص ورقص الظبا على المركز الثالث في هذه اللحظات، يقدم حميد بن محمد مسالم الزرعي. بينما المركز الرابع أرى التحديات الغادمة والانطلاق هناك من ممدوح لعلي بن راشد بن مرخان الاكتبي على المركز الرابع، وهنا بدأت، بدأت الأوامر الطفيفة، بدأت التعليمات، بدأت الخبرة هنا التكتيكية مع المتهور، المتهور على الصدارة على المركز الأول في هذه اللحظات. المقعودي يصدر تعليماته على المتهور على البداية. المركز الثاني المسافري هنا يقدم لنا شاهين على ثانية. المراكز في هذه اللحظات لسيب بن هزيم بن محمد المسافري. الله، يا هذه، يا هذه المعركة القوية. السلامات إلى وين؟ إلى وين؟ إلى رأس الخيمة، إلى أهالي ميدان السوان. بالفعل ينطلق بن هزيم، ينطلق انطلاقة الفوز، انطلاقة الانتصار. أسعد الله صباحكم يا أهالي رأس الخيمة على هذا الفوز الذي قدمه شاهين. المركز الثاني أتى فيه المتهور لعبد الله بن سالم راشد المقعودي، والمركز الثالث اللي أتى فيه ولد الظبي لحميد بن محمد بن سالم الزرعي. المركز الرابع فكان من نصيب ممدوح لعلي بن راشد بن مرقان. المركز الخامس شاهين لحمودة بن علي بن بليشة الاكتبي. هكذا النتيجة، التوقيت الزمني 6 دقائق 31 ثانية.